رجعنا لكم تاني مشاهدينا لنبدأ جولة في صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم. من شوية تعرفنا على صحافة زمان ودلوقتي نتعرف على صحافة الآن، وجولة في صحف القاهرة معنا فيها الأستاذ أمير نبيل مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك يا أستاذ. أهلا وسهلا. خلينا نبدأ من جريدة الأخبار، وخبر يقول دك معقاقل الإرهاب في سيناء، تصفية 10 تكفيريين والقبض على 54 من بينهم 6 من القيادات في يومين، نصف مخزنين بداخلهما 5 أطنان من المتفجرات. عمليات القوات المسلحة والشرطة بتتواصل في سيناء لدك معاقل الإرهاب الموجودة هناك. هو الحقيقة ده مجهود يعني ملموس جدا ومطلوب الحقيقة، يعني لأن الإرهاب طال يعني كل أنحاء الوطن دلوقتي، ومنطقة سيناء من الثغرات الخطيرة اللي ممكن يدخل من خلالها الإرهابيين. وأظن أن يعني جهود الحكومة وزارة الداخلية والجيش في التعامل مع الأنفاق في رفح، منطقة الحدودية في رفح، يعني كان تعامل جيد جدا، لأن نكتشف أن في آلاف الأنفاق بيتسرب من خلالها كل أنواع الأسلحة والمنتجات والبضائع والتهريب، ويعني عاملة مشكلة وصداع كبير في يعني دماغ الحكومة ودماغ الوطن الحقيقة. يعني فطبيعي جدا أن لازم يكون في عمليات استباقية وعمليات تأمينية كبيرة حتى يشعر المواطنون أن منطقة سيناء تعود من جديد لأحضان الوطن وتعود التنمية فيها، لأن هي سيناء طبعا بتمثل مساحة كبيرة من أرض مصر، يجب التعامل معها بأمن ويعني توفير الأمن لسكانها وتعود بالتنمية للاقتصاد المصري ككل. طيب أستاذ أمير، هل هناك فترة زمنية محددة تم تحديدها من قبل الحكومة للانتهاء من هذه العمليات التي تقوم بها قواتنا المسلحة وأفراد الشرطة أيضا؟ وأظن أن الحكومة يعني وضعت جدولا زمنيا غير معلن حتى الآن، ولكن هي تتعامل مع الموقف حالة بحالة. يعني إذا انتهت بالفعل من المشكلات الإرهابية الموجودة وقضت على أي بؤرة إرهابية وأي ثغرة وأي نفق موجود في سيناء، هذا هو التوقيت المثالي لكي نقول إننا قضينا على هذه المشكلة. طيب خلينا نروح أيضا لعنوان آخر من جريدة الأهرام، بيقول زيادة كفاءة محطات الكهرباء لضمان انتظام الخدمة، الرئيس يشدد على ترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة وتحصيل مستحقات الدولة. الحقيقة موضوع الكهرباء موضوع بيشغل كل المواطنين، خصوصا مع فترات الانقطاع للتيار الكهربي اللي شاهدناها في الفترة الماضية. عايزة حضرتك تقول لنا تفاصيل أكثر عن هذا الخبر. والحقيقة محطات الكهرباء والتعامل مع ترشيد الكهرباء دي يعني تهم كل المواطنين، يعني كل منزل. يعني في الفترات الماضية كنا نشهد انقطاع كثير في التيار الكهربائي، ويعني كانت بشكل ظاهرة. الآن خفت إلى حد كبير مسألة انقطاع التيار الكهربائي مناطق، ولكن يعني المسألة لا تزال مرتبطة بحسن ترشيد استهلاك الكهرباء لدى المواطنين. وعي الناس المفترض انه زاد، دور الاعلام كان مهم جدا لتوعية الناس بضرورة التعامل مع الكهرباء كأحد مصادر الطاقة لدينا، وان احنا يعني نحرص على اقتصاد بلدنا من خلال ترشيد استهلاك الطاقة. فيعني الحقيقة يعني نتوقع ان الافضل قادم ان شاء الله، وان يعاد استخدام مصادرنا للطاقة بشكل جيد. ننتقل مشاهدينا لجريدة الشروق، وخبر يقول مقتل وإصابة 5 في أول أيام حظر النقل الثقيل بالمدن، أكمنة مرورية في القاهرة، ومدير المرور يقول منع سير النقل داخل المدن فقط وليس على الطرق السريعة، وسائقون يقولون لو الشرطة وقفتنا هنقول ما نعرفش. يعني هو ده طبعا عندنا شجاعة جامدة جدا. ده صحيح. يعني هو احنا مش عايزين نتهم اخواننا السواقين النقل التقيل، لان هو الحقيقة يعني عندهم مشاكلهم ايضا، يعني ان هم بيبقى مطلوب منهم يعني تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بنقل البضائع من والى نقاط مختلفة في انحاء مصر، ولكن المسألة تحتاج فقط للتنظيم. يعني كنا نرى في فترات سابقة مشكلة في المقطورة الواحدة ومشكلة السائقين واعتراضهم على ذلك، الان نرى يعني الساعات المناسبة لسير النقل الثقيل. هم يرون أن من حقهم مثلا أن يتعاملوا مع كل أنحاء الوطن في أي وقت، ولكن من المسألة التنظيمية وقانون المرور الجديد وتطبيق القانون بصفة عامة يجب أن يكون كل واحد في الطريق عارف حدوده.
برضو يعني النقل بيتسبب احيانا في ازدحام مروري واكتظاظ مروري على الطرق السريعه. يعني هو القرار تم تطبيقه بالامس ولكن هناك بعض السائقين اللي مش ملتزمين. يعني النهارده الصبح مثلا في شارع الهرم الساعه 7 ل 10 بالظبط كان في سياره نقل محمله باسمنت تريلا اللي هي مقطورة ماشية في وسط الأوتوبيسات المدارس وسيارات الأجرة والملاكي والميكروباص يعني عادي جدا. لأنه بيتعاملوا مع القانون على أنه يعني القانون لا يطبق بنسبة 100%. يعني هو بيتوقع ان هو يكون في بعض ما هو ده عشان مفيش رادع. مفيش رادع، القانون إذا طبق بشكل جيد وكانت عقوبات صارمة على المخالفين، إذا طبقت مخالفة واحدة والإعلام نشرها سيرتدع الباقون. يعني إذا هاخد من كلام نجلة برضو وهنتكلم عن تفصيلة موجودة في الخبر، السائقون بيقولوا لو الشرطة وقفتنا هنقول ما نعرفش، إذا كيف يمكن التعامل مع مثل هذا النوع من السائقين؟ لا هو السائقون يعني مشاكلهم أخرى، يعني مشاكل من السائقين مثلا تعاملهم مع المخدرات أحيانا، إن هم مسافاتهم طويلة وبيحتاجوا تنبيه من وجهة نظرهم، يعني يستخدمون بعض المواد المخدرة، مشكلتهم إنه التطاول احيانا على الامن والتعامل الامني عبر عشرات السنين على انه جهه يمكن رشوتها ويمكن التعامل معها من باب الفساد وهكذا، ده يجعل بعض السائقين يرون ان ده الباب الخلفي للتعامل مع الحكومه، لكن اذا طبقت الحكومه القانون ووضعت عقوبات اعتقد ان الواضح سيكون افضل. طيب خلينا نروح مع حضرتك لجريده المصري اليوم، الحقيقه في عنوان لفت نظري بيقول الحكومه تكلف 9 بنوك محليه بترويج مشروعاتها خلال القمه الاقتصاديه، بعثت النقد الدولي تبحث موقف القروض والمساعدات الدولية لمصر غدا. يعني كيف تقرأ هذا الخبر أستاذ أمير؟ يعني هو الحكومة بتسعى إلى أنها تستقطب استثمارات من الخارج بكل طاقتها، يعني كونها أن هي تتعامل مع القضية الاقتصادية على أنها القضية الأم فهذا صحيح، منهج صحيح، والتعامل أيضا مع السوق المصرفي والبنوك على أنها تساعد في ترويج المشروعات الاستثمارية من المصرية بالتعاون مع جهات أخرى هذا أيضا مسلك أراه صحيحا، وينبغي أن يعني تضاعف الحكومة من جهودها في هذا المسلك، لأن الاقتصاد الوطني هو المصير في الفترة القادمة، يعني يجب أن نحرص على تعزيز الاقتصاد ويعني استضافة المستثمرين وتعرفهم بأن في مصر فرص استثمارية جيدة يمكن استغلالها. طيب. جريدة الوطن فيها خبر بيقول الهنيدي مجلس الوزراء يحسم تقسيم الفردي، وزير العدالة تقسيم الدوائر، تجتمع الثلاثاء لمراجعة القانون، قربنا على الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل. يعني نأمل أن المسألة تسير حسب يعني المتوقع والمأمول من الناس، الحقيقة أنه نرى قريبا برلمانا يعبر عن مصالح الناس وتطلعاتهم. يعني المشكلة التي يعرفها الجميع حاليا هي مشكلة الأحزاب، الأحزاب ليست متفقة بشكل جيد على تحالفاتها، والمخاوف الحالية موجودة لا تزال أيضا من أن يكون البرلمان يعبر عن إخوان أو فترة سابقة فترة مبارك أو ما شابه، وأن التحالفات الجديدة ليست موجودة وأن الأحزاب الحالية لا تمثل أكثر من 2%. هذه مشكلات أيضا يجب أن نحلها، ويجب على المواطن أن يعي جيدا أن البرلمان القادم يعبر عن مصالحه أو ينبغي أن يعبر عن مصالحه، وبالتالي ينبغي أن يشارك المواطنون في العملية السياسية، وأيضا النخبة السياسية يجب أن تتفاعل مع الأحزاب بشكل جيد حتى تكون هناك حياة نيابية ثرية وتتفاعل مع البرلمان الجديد. بالطبع كلنا في انتظار ما سوف تسفر عنه الانتخابات البرلمانية. خلينا ننتقل مع حضرتك لجريدة المصري اليوم، بدء سريان الضبطية القضائية لقيادات وزارة الأوقاف، أما جمعة فيقول الخطابة أصبحت مهنة من لا مهنة له. يعني دلوقتي يمكن موضوع الخطابة موضوع هام جدا، وخصوصا أنه بيتم من خلاله نشر بعض الأفكار المتطرفة والتي تدعو للإرهاب، يعني كيف ترى هذا الموضوع؟ هو الحقيقة كما نتحدث عن الإعلام كوسيلة لتوعية المواطنين، أيضا المساجد والكنائس ربما أيضا تتعامل مع الحشود من المواطنين ولها تأثير ديني كبير على كل مواطن، ينبغي أن تقنن أو تقنن لغة الخطابة في المساجد، وخصوصا انتشار المساجد بالآلاف وربما عشرات الألوف في كل أنحاء مصر، يجب أن يكون من يتولون عملية الخطابة وتوعية الناس على علم جيد من ناحية الدينية وعلى علم جيد بالمصالح
الوطنية العليا وبالأمن القومي، لأن توعية المواطنين في هذه المرحلة الحرجة يجب أن تكون مسؤولية شخص ذي وعي وذي ثقافة وعلى دراية جيدا بمصالح البلاد. إذن ما الدور الذي تلعبه وزارة الأوقاف في المرحلة المقبلة من أجل التأثير فعليا في الحد من مثل هذه الخطب التي ربما تضم بعض أو تقتضب بعض الشعب المصري من الغير واعيين أو ليس لديهم الوعي الكافي بما يحدث حولهم؟ تمام. هو يعني فكرة الضبطية القضائية فكرة جيدة حقيقة أراها، ولكن يجب أن تقنن أيضا، لأنه لا ينبغي أن يتم القبض على يعني بشكل يعني فوضوي على أي شخص مثلا يخالف من فوق المنبر، لأن هذا أيضا يجب أن يكون له قوانين. من يتعرض من الأصل للوقوف للمنبر ويتصدى للخطابة يجب أن يكون خضع لدورات تدريبية وخضع يعني رقابة جيدة من المسؤولين، حتى لا نلجأ إلى الضبطية القضائية يعني بشكل عشوائي ويصبح الإمام في النهاية شخصية يعني يتطاول عليها، يعني من قبل أن يصعد على المنبر يجب أن يخضع لهذه الدورات وهذه هذا التثقيف. نعم أستاذ محمد، خلينا ننتقل مرة أخرى إلى جريدة الأخبار. بلاغات متبادلة بين الصحفيين ورئيس نادي الزمالك، بالأمس كان هناك مشادات. صحيح. صحيح. وأنا أمير على فكرة مش محمد. سوري. بس مش مشكلة. يعني بالنسبة لنادي الزمالك والصحفيين، المسيرة بالأمس كانت مشكلة مباشرة مع يعني السيد مرتضى منصور، مستشار مرتضى منصور، واتهامي بالسب والقذف بحق الصحفيين ووصول الصحفيين في مسيرة أمام دار القضاء ومحاولتهم دخول نادي القضاء ودار القضاء، يعني مشكلة حساسة جدا ورفع لافتات تدين الصحفيين من جانب جمهور نادي الزمالك. لا ينبغي أن يحدث ذلك، ينبغي أن يعرف كل يعني مواطن أن الصحفيين أيضا لهم دور جيد في التعامل في توعية الناس وإظهار الحقيقة والتعامل مع قضايا الوطن بشكل جيد، وليس طرفا في قضية ما، وهي في النهاية لصالح الوطن في نهاية الأمر. لسه معنا جريدة الأخبار وخبر يقول عادل لبيب وزير التنمية المحلية لمنتدى الأخبار الترسيم الجديد للمحافظات أول يوليو، وحلايب تنضم لأسوان، حركة المحافظين قبل البرلمان والمحليات بعد مجلس النواب بشهرين. تعليق حضرتك. هي الحقيقة المحليات مسألة بالغة الأهمية، يعني المحليات دايما كنا نتحدث عنها أنها فيها الكثير من الفساد، فبالتالي يعني يجب أن يتعامل مع المحافظات على أنها يعني ربوع مصر التي يجب أن يتم تطهيرها من أي مشكلة ومن أي فساد وبشكل منتظم. يعني المسؤول المحلي هو في النهاية من يتعامل مع المواطن في بداية سلم الهرم الوظيفي وصولا إلى السلطة وصولا إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أيضا، فالمحليات مسألة يجب أن يهتم بها جيدا. أما من ناحية ترسيم المحافظات، بعض المحافظات تكون بحاجة إلى ترسيم وإعادة وضع حدودها نظرا لعدم تمثيلها بشكل جيد للمنطقة السكانية أو وجود عدد يعني أو مساحة شاسعة منها ولا يهتم بالتنمية التي فيها بشكل جيد، وبالتالي هذه أمور كلها يجب أن يهتم بها. نعم. أستاذ أمير نبيل مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حضرتك أفدتنا بقدر كبير جدا من القراءة في الصحف، بنشكر حضرتك جدا. شكرا. شكرا لك أستاذ أمير. شكرا. مشاهدينا قبل ما نروح معاكم لنشرتنا الاقتصادية، هنتعرف سويا على بعض آراء القوى السياسية والشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي. معانا الأستاذ نبيل الحلفاوي يقول على تويتر: لا يستدرجنك أحد لمهاترات، احترم من يختلف بموضوعية، ولكن تجاهل سيء النية، لا ترد على شتائم، لا تجادل ضحايا الغيبوبة، لا تشرح بديهيات، اشتري نفسك. أيضا عمرو خالد قال على موقع تويتر: كن على ثقة أن هناك ربا إذا سمع عبدا يتضرع إليه أهداه فوق ما يريد. السيد عمرو موسى ليه تويتر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيقول: أدعو كافة الدول العربية إلى العمل المشترك من أجل دحر قوى الإرهاب وهزيمة هذا التيار المتطرف ورد هجمته عن منطقتنا ومجتمعاتنا وأهلنا.
أيضا باسل عادل قال تمنيات مخلصة بالشفاء العاجل للنجمان خالد الصاوي وأحمد حلمي، ربنا قادر كريم. طبعا كلنا بنتمنى لهم كل الشفاء العاجل.